الوغ هاد الصباح غادي نهضر على السعاده. دونك السعاده هي واحد الاحساس اللي كندوزو حياتنا كامله وحنا كنقلبوا عليه. ديما كنطمحوا اننا نكونوا سعداء اكثر واكثر في حياتنا وعلى حسب كل فتره وكل عمر مفهوم السعاده راه كيتبدل عند كل واحد. سي فري. محيت لي بيزوان ديالنا كيتغيروا النظره ديالنا للحياه كلها كتغير. وي. دونك كيفاش دريري صغيره ولا بنت صغيره عطيها مونيكا عندها 4 سنين غادي تفرح بها. وي. عطيها مونيكا عندها 18 عام لا تقدر تفرح بك انت. دونك كيفاش نقدروا نكونوا سعداء؟ اوكي. دونك اولا طريقه تحقيق السعاده كتختلف من انسان لاخر. كاين شي ناس كيلقاو لو بونور ديالهم في شي حوايج اللي هما بسات، دوطر خصهم شي حوايج يكونوا بلو سوفيستيكي. دونك سا ديبون ديال كل واحد. المهم اللي لازم كل واحد يعرف هما شنو هما الحوايج اللي كيسببوا ليه الازعاج في حياته داكوغ واللي كيجيبوا ليه الطاقه نيجاتيف سلبيه ويلوحهم من وراه باش ما يوقفوش طريق في سعادته. داكوغ. و اون ميم طون يعرف غير ملي تكون كتلوحهم عندك يكون شي واحد من وراك كيلوحو فوق منهم تفلقوا شوفوا موراكم وسواشي و ام ميم طون خصو يعرف الحوايج اللي كيخليوه يحس بالراحه والسرور ويزيد يستثمر الطاقه ديالو في هاد الحوايج هادو باش ينميهم كثر ويدوز كثر الوقت هو كيديرهم. اوكي. وحاجه اخرى مهمه اللي خصنا نعرفوا واللي انا كنشوفها انها هي سر السعاده. هي اننا ما نربطوا سعادتنا بتا شي واحد. سعادتنا حنا اللي نخلقوها. هربطها مع بوطو جديد. بدات عرفت تلقاها تما ما تحركش. تربطها مع شي واحد ما تعرفوا فين يديها. فوالا اكزاكتومون راشد برافو. ولا نبحثوا على السعاده ديالنا مع الناس اللي دايرين بينا. انا كنشوف ان السعاده موجوده في الداخل ديال كل واحد فينا. وي. وكتبقى اختيار. كتختار يا تكون سعيد يا تكون حزين وكتبقى نسبيه حتى هي فوالا بيان سور نسبيه لان تو ديبون شنو اللي كتعيش فوالا سي سا تقدر تكون عايش في قصر ماشا وجاتك شي خبار شي كارثه تولي انت هو اتعس واحد بيان سور وتكون عايش فوالا في كوخ وتجيك خبار زوينه وتولي انت هو اسعد واحد في العالم سي فري سي فري دونك ما خصناش نتسناو ان شي ايفينمون اولا شي شخص يجذب لنا السعاده نخلقوها مع راسنا ونوليو حنا علاش لا مصدر السعاده للناس اللي دايرين بينا وحنا اللي كان 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 كنفرقوا ديك لينيرجي بوزيتيف و لو بونور دي مارشون امبولون ديال السعاده فوالا دي مارشون دو بونور بحال هاي ملي كيديروا ديال فري هاكس فوالا الكارتون ديال فوالا يعني غافا بول سا في دو بيان كيلكان دون لي دون لي براي مهدي في نيويورك ماشي ديك اللي عندك في دماغك مهدي انت راه خصني نعاود معاك التربيه الجنسيه انت قلنا لك قطع هادشي هادشي علاش قلنا عارفه علاش كتسكتك كمليها دونك فوالا انا كنشوف ان السعاده كتكون في لي شوز سامبل دو لا في ما خصناش نقلبوا على شي حاجه ما كايناش باش نكونوا سعداء لا شي غير تخرج تمشى وحدا البحر وتشم داك الهواء نقي وتكون اون فاز مع راساتك راه انا بالنسبه لي هذيك السعاده واساس هاد الحياه هي انا كنشوفها راحة البال والواحد يكون راضي على نفسه كيما بغى يكون مهم انك تكون انت راضي على نفسك وهذا الشيء هو اللي كيخليك تكون ديما فرحان وديما سعيد كاين واحد الطريقه سهله وي باش ترضي على نفسك شوف راسك في المرايه وقول الله يرضي عليك لو كونسي دو رشيد دونك الانسان اللي فهم هذا الشيء انا بالنسبه لي راه فهم الحياه حيت السعاده راه كما قلت سي دي شو سامبل والواحد عمره ما يفقد الامل محيت كما كنقول ديما لا في اي بلان دو بيل سوربريز دونك فوالا سوري وكونوا سعداء سوري وزيت فيلمي شكرا سعد ميرسي بوكو لا تبارك الله عليك رشيد كي دو ميو دو بارلي دو كومون ات سعيد كو سعاد هذه لقيتها سهله ما تندى على بلاصه